السلام عليكم. طهران تدرس الخروج من الاتفاق النووي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، مشيرا إلى أنه تم اقتراح خطة في البرلمان لوضع سقف للمفاوضات النووية. وقال عبداللهيان في مقابلة تلفزيونية عبر قناة الجزيرة الاثنين إن إيران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا في أغسطس الماضي، لكنها توقفت منذ ذلك الحين، حيث طالبت إيران بالتحقيق في رفع الحظر والحصول على ضمانات فيما يتعلق باستمرار الاتفاق النووي وإلغاء مزاعم الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت إيران جددت مطلع مارس الجاري تأكيد التزام الدبلوماسية باعتبارها أفضل إطار لحل الخلافات وبالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني. بالأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.